دقيقة رجعنا لكم في آخر النهار، مازلنا مواصلين معاكم وخبر يفرح برشا، خبر مازال فرشك الحقيقة على تألق التوانسة في العالم، سيرتو الباحثين التوانسة اللي حيوم في جميع أنحاء العالم. حسن وقات باحث تونسي تم اختياره ضمن أفضل باحثين حول العالم، معنا مباشرة من سلطنة عمان. مرحبا سيدي. السلام عليكم. مساء النور. يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك. نقول لك مبروك الـ 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 الجائزة هذه، يظهر لي اللي ماهيش جديدة عليك للمرة الثانية، لكن زادة هذه تدل على الكفاءة نتاعك دكتور. كان نحكيوا عليها شوية المرتبة هذه أو الجائزة هذه قبلها، خلي العباد والمستمعين اللي يسمعوا فينا يتعرفوا عليك أكثر. عايشك وسامة، نحييك ونحيي مستمعين راديو مات. انتم خليتوني عشو خاطر انا بيدي مزيد كعلمت بالرزلتا تقريبا من ساعتي. خليني جم بريزونت بسرعة. انا يعني ولد تونس، يعني تربيت وكبرت في تونس وتعلمت في تونس، خرجت من مدرسة التونسية للتقنيات بالمرسى البوليتكنيك، ومن بعد بروغرام مع جامعة فيرجينيا خرجت عملت البارتي البراتيك دو ماستر، وكملت بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك. دونك قعدت في أمريكا تقريبا 4 سنوات، والغادي بديت نعمل اللي هي المخزون البحثي نتاعي، وعملت اون بتيت كارير من بعد في السعودية في دون لابور دو ريشيرش في جامعة الملك فهد. انا الدومين نتاعي اللي بديت فيه هي الميكرو تكنولوجي، نعملوا كل ما هو يعني التقنيات المايكرو اللي نستعملوها في الهواتف النقاله وفي الكمبيوترات المحموله. من بعد خدمت شويه في تقنيات النانو، كل ما هو يعني مؤثرات صوتيه نحاولوا نحسنوا فيها. يعني نمشيوا للمينياتيريزاسيون تاع يعني الالات وكل شيء، دونك نحاولوا احنا نطبقوا اللي نشوفوه بيان سور في لابوراتوار مع شركات كبيره غاديكا في امريكا. من بعد كي تنقلت للسعوديه حاولت بيان سور نعمل شويه كوتي تيوريك اكثر منه براتيك، خاطر البراتيك اقل شويه. القائمه هذه قائمه عندها ريسونت، يعني بدات تقريبا من سنتين. جامعه ستانفورد فما باحثين غاديكا في الدومين نتاع ستاتيستيك، ولاو كاتيغوريزاسيون تاع لي شيرشور في العالم. دونك ياخذوا اون باز دو دوني لي شيرشور اللي هما اكتيف، عندهم معناتها بروفيل اكتيف، ويحاولوا يصنفوهم بيان سور المجالات العلميه. دونك انا المجال العلمي نتاعي الميكانيك انجينيرينغ اللي الهندسه الميكانيكيه. هي تقريبا قاعدة بيانات فيها تقريبا 10,000 يعني باحث على تقريبا 8 مليون، على كي تجي تحسبها تلقاها تقريبا 2%، على كي يقولوا هما الليستة نتاع أحسن 2% من الباحثين في العالم. أيوه، خاطر ديجا حتى في الأفيش موجودة 2%. بالضبط، هي شوف، هي ناش أنا بديك أحكينا شوية في اللغة. هي تجب تاخذها كما كل عام يعملوها، كما التصنيف مثلا نتاع جماعة التنس دبليو في تي ا، يعني تجب تقعد فيها الليستة عام بعد سنين ثلاثة، ومن بعد بيان سور إذا البروفيل نتاعك ضعف شوية في النومبر دو سيتاسيون نتاع المنشورات البحثية نتاعك، من النومبر ديتيديون وكل شيء، تخرج منها الليستة، فهمت؟ فدونك أنت البروفيل نتاعك سافا وتعمل في ريشيرش والناس قاعده تقتبس من الابحاث نتاعك وعندك دي زيتيديون يساعدوا فيك في الريشيرش نتاعك، دونك باش تقعد فيها الليستا وتتحسن فيها، وهذا تتحسن يعني المرتبه نتاعك. وهذا دكتور اللي خليك في للمره الثانيه، معناتها للعام الثاني معناتها موجود في القائمه هذه. اكزاكتومون، هما راهو في القائمه هذه، فما ناس تنجم حتى ترجع تشوف الليستا اللي تنشرت، فما ناس يعني من عام 83 ينشروا، فهمت؟ دونك انا جي كومونسي اون 2010 ننشر، فهمت؟ دونك مقارنه بالناس هذوما بيان سور انا ثم مزال صغير، اما بون انا اما فما تجربه، فما تجربه دكتور كمان. الحمد لله، من ناحيه فما تجربه الحمد لله، وهذا يعني بعد فضل ربي نصور فضل للناس اللي قامت عليا في تونس، وعلى رأسهم نجم نذكر سليم شورى، يعني من الناس اللي حبتني برشا يعني في البحث العلمي، وكانت من الناس اللي رجعت من أمريكا قررتنا في ليكول بوليتكنيك، علمتنا برشا حاجات وكرسخت فينا الحب البحث العلمي، وكان من الناس اللي شجعني نخرج برا ونتعلم ونزيد نشوف ونزيد نتعرف على ناس،
وفريمون يعني كانت يعني 13 سنة بالحق يعني من حياتي ديدي للرشاش وبيسيور نادي الحكاية هذه البلادي أبريتو أنا تعلمت في تونس كما قلت لك وأنا البروديوي تونيزيان فهمت طيب يا خلنا نختم معك لهنا دكتور استقرارك توا في سلطنة عمان شو بالضبط فما بحوث تقري بعد التجربة هذه المختلفة في سوتوك نحكيه على السعودية بون دونك شو نكون معك صريح شويه البحوث النظريه اللي هنا في دوميني مازلت نعمل فيها اما التطبيقيه صعبه شويه دو لي كاباسيتي اللي عندنا اللي هنا في لابوراتوار فما حاجات كنت نعمل فيها في امريكا ما عادش نجم نعملها دونك بدلت شويه هكا تو في البيريود الاخرانيه مجال بحثي للتقنيات الحصاد الطاقه من السيستم فيبراتوار اي حاجه تعمل يعني حركه نحاول نستخرج منها طاقه مثلا باش نستعملها نشارجي بها الباتري نتاع التليفون نتاع اللابتوب وكل شيء فهمت هذه حاجه وعندي دومين اخر دخل فيه ريسامو باش نحاول بيان نفستي فيه وباش نحاول ممكن نحاول ننفع فيه بلادي اذا ممكن نصل حتى ستارت اب هي يعني ديزاين جديد عملناه نتاع ديفيوليان اللي تجم تستعملها في دارك نقص لك تقريبا 30-40% من استهلاك الطاقة اكزاكتومون هي 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 عادة كي تشوفوا لي زيولين الموجودين في المنظار الهوائية هذوكم يسميوها اكس اوريزونتال انا تو نعمل في ديزاين اكس فيرتيكال أيوة. ونحاول نعمل في 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 هكا ديزاين اسمه هيبريد نستعمل فيه بوكو دو بروبريتي من ديفيرونت دي يعني بيرسبكتيف وديجا طبقناه وجربناه لهنا وانتي تعرف لهنا في الخليج يستعملوا برشا لي كليماتيزور ونقصنا تقريبا 30-40% دو كونسوماسيون تصور في تونس ان شاء الله الفكره تنجح اكثر ان شاء الله عندنا الريح وهذه معناتها بالحق يعني جوست دعوه للجماعه اللي عندهم رؤوس الاموال انه يحموا بالحق في ناس كيف انا تعمل في الريشيرش يحاولوا ينفستيو معاهم بيان سور في ليزيدي هذوما دو زونا ننفعوا بها بلادنا وبيان سور نحاولوا زاد نطلعوا بها دي بروفيل اخرين ان شاء الله يا عايشك يا سيدي نقول لك مبروك مره اخرى دكتور وان شاء الله ديما متألق يا سيدي بارك الله فيك شكرا لك سي حسن الوقاد دونك خبر يفرح برشا وخلي نلقاو تألق نتاع التوانسة والفوز نتاعهم فخر كبير للباحثين التوانسة في جميع انحاء العالم دونك سي حسن الوقاد باحث تونسي تم اختياره ضمن افضل الباحثين حول العالم للمرة الثانية على التوالي دونك